استمرارا لجهوده الإغاثية، أطلق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بحضرموت وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع التغذية الطارئة لمواجهة انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات المتأثرة بالصراع الدائر في البلاد. نحن في ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بدينا العمل الفعلي في مشروع التغذية في مواجهة سوء التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات والممول مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية، والتي سيشمل 8 محافظات صنفتها الأوتشا بأنها من حالات سوء التغذية الخطيرة. سنركز فيها بالتحديد على محافظة الحديدة التي عانت مؤخرا من مجاعة. المشروع الذي سيستمر لنحو 6 أشهر سيعمل على توفير العيادات المتنقلة وإقامة مراكز لتقديم الخدمة للمستفيدين وتوزيع الأدوية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية المختلفة. لكن هذه الجهود الإغاثية تواجه تحديات كبيرة لضمان إيصال المساعدات لمحتاجيها، خصوصا في المحافظات التي تدور فيها المواجهات المسلحة أو تلك التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيا. اتخذنا في ائتلاف الخير كافة التدابير واحتمال المخاطر لتنفيذ المشروع في كل المحافظات المستهدفة في التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وأيضا مع الشركاء الميدانيين في كل المحافظات. ويأتي هذا التدخل الإنساني العاجل استجابة لتقارير دولية أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، حذرت فيها من ارتفاع مؤشرات انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 5 لتصل إلى 500,000 حالة في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.